بقول لك يا كريم، مش عايزين افلام اي كلام، عايزين فيلم رعب يموتنا. انا عايز انام مبلول النهارده. عيب عليك يا امجد، انسى هوليوود والافلام التركي، ده رعب تنزاني. البوستر بتاعه شكله جامد بصراحه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا عم ده قطه. ركز في الفيلم. الفيلم ده بيتكلم بقى عن كتاب ملعون، والبطل الغبي ارى التعويذه اللي جوه الكتاب، ومن ساعتها وهو ملبوس. ملبوس يا امجد، ملبوس. كريم انت بتقول حاجه؟ قلت ايه يا ابني؟ اتفرج على الفيلم. اتفرج. انا حاسس البيت اللي هيخشوه ده بيت مسكون. البيت ده اتبنى على مقبره فرعون الكاهن، والكاهن ده عشان يرجع من جديد محتاج له قربان، والقربان ده هو انت يا امجد. انا مش عايز اموت، مش عايز اموت. يا ابني اهدى يا ابني، تموت ايه بس؟ ده فيلم تنزاني. ابوس ايدك، كان زين انت وسيبنا روح. انا عايز اروح يا عم. تروح؟ تروح فين يا امجد؟ انت هنا في بيتك. شكلك نسيت اللي حصل. ايه اللي حصل؟ انت تقتلت من 20 سنة في السينما دي، وروحك كل يوم بتطلع في القاعة وتهيأ لك انك بتشوف الفيلم ده مع صاحبك كريم. بس الحقيقة ان صاحبك كريم هو اللي قتلك. كريم! كريم انت فين؟ مستحيل، مستحيل اكون مت من 20 سنة، مستحيل اكون مت من 20 سنة. والفشار سخن. فشار سخن، لو ميت اكون مت من 5 دقايق. يا عزيزي الله، في ده برنامج الدحيح ده مش ستيفن كينج؟ يا عزيزي امسك نفسك شويه. الله، اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. في سنه 1919 نشر العالم الشهير سيجموند فرويد مقال بعنوان ذا انكاني، او الخارق للطبيعه، واللي كشف في هذا المقال عن جوانب مهمه من اللاوعي. فرويد بيقول ان عقلك عامل زي جبل الثلج بتاع فيلم تايتانيك، تلت بس هو اللي ظاهر فوق السطح، والتلتين تحت الميه مش باينين. حاجات زي الاحلام او الكوابيس او زلات اللسان، حاجات يا عزيزي مالكش اي سيطره عليها. الحاجات دي يا عزيزي بتكون مستخبيه عشان لا وعي الله يبارك له بيخبي الرغبات المكبوته والعدوانيه اللي بنتكسف نعبر عنها او حتى نعترف انها جوانا. حاجات انت كشخص واعي ما كنتش تعرف انها موجوده عندك اساسا، ولكنها بتتوارى وبتستخبى في سبيل انك تظهر قدام الناس شخص هادي ومتحضر. فرويد في تقييمه للفنون، وبالاخص الفنون المرعبه زي القصص وافلام ولوحات الرعب، بيقول ان كل حواديت الفنون دي بتخفي وراها كونسبت واحد اسمه returning to the depressed، عوده المكبوت للسطح.